May of 91, I left Iraq on this exact same road, but the opposite direction, of course. على الله على الله. تسجيل حاضر. أني سنان عراقي تركت العراق بال91 كاتب وطالب برا جاي نسوي فيلم وثائقي عن الوضع هسه نعم. من وجهة نظر العراقيين نعم. من مختلف الطبقات والطوائف وكذا. Republics of Iraq in which comes all beside chaos in Arabic Baghdad, English Baghdad, Dobri Otto, Dobri Din, Dobri Fijo, Bonsoir, Bonjour, Good morning. الشعب العراقي الشعب العراقي هذا شعب يعني ما أدري مع الأسف حمل جريرة ظلم الكرة الأرضية كلها. زين 35 سنة صار هذا الشعب يضرب ويضرب ويضرب. صدام هو المسؤول الأول والأخير عن كل ما جرى للعراق والمنطقة كلها عموما. يعني كل قتيل قتل بالعراق أو إيران هو مسؤول عن صدام، كل قتيل قتل بالكويت هو مسؤول عن صدام، كل قتيل قتل بالأردن هو مسؤول عن صدام. يعني تغيرت الصورة، يعني احنا كان على مدار الساعة صدام حسين، ثلاث قنوات صدام حسين ما أخذها، هسا الأخ بول برايمر ذا يطلع لنا همينه، بس كل شيء ما شفنا من عنده. بس أنت قلتي عليه حلو شكله بس. هو شاب حلو وسيم وحلو يعني رئيس الدولة مالتنا حلو هذا. بس احنا ما نريده هو هو. أريد حكومة عراقية، صح هم وجودهم إلى تأثير، بس أريد حكومة عراقية. العراقيين من قد ما متألمين من حزب البعث ومهانين قبلوا بالأمريكان لأنه أهون والدولة متحضرة ويمكن تغير مسارهم مو. احتلال بس من غصبا علينا لأن الدكتاتور سقطه من غصبا علينا احنا الاحتلال ما راضين بالاحتلال. الشعب اللي تحمل 35 سنة من ظلم حزب الوحدة وصدام وزبانة صدام قادر أن أتحمل سنة أو سنتين على أكبر حقيقة. هم يقولون بغداد سقطت بس بغداد ما سقطت، بغداد ما تسقط، بغداد احتلوها. بغداد was a very highly civilized city. Seemed like as if it had plunged into free fall sort of into the abyss. So it was a sad moment. أبغداد لا أهوى سواك مدينة وما لي عن أم العراق بديل. I wanted to leave the country a long time before to escape the whole stifling atmosphere of Saddam and tyranny. I mean, the biggest sense of relief I felt in 91 when I went to Jordan is that the car drove for 25 minutes and there was no image of Saddam, and I felt like, ah, this is so beautiful. هم اللي يريدون هذا الشيء، يريدون نفط العراق. هذا الشيء هم اللي يريدوه. فعلى هذا الاساس حموا وزاره النفط. يعني بايش حسيت قصدي؟ احاسيسك يعني؟
اعتيادي واحد يحس يهاني. يعني من يدخل للوزارة وهي الوزارة اللي كان يداوم بيها يدخل يتفتش منه يطب ويطلع، وخاصة احنا الكهرباء عندنا بوردات حتى خارج الوزارة كل ما نطب ونطلع نتفتش، يعني تحس بيها إهانة. زين هم تعاملهم وياكم شلون على مستوى شخصي؟ زين. مالي شغل بالسوق مريت اشوفك، مالي شغل بالسوق مريت اشوفك، عطشان حفنا سنين واروى على شوفك، عطشان حفنا سنين واروى على شوفك. صار لنا ست اشهر قاعدين، ست اشهر لا شغل ولا عمل، هاي بس شوارع اروح ونرجع. فين هم؟ خلي على سور اسرائيل شهر. نريد من الشعب، من الشعب احنا نريد، احنا من الشعب منا من الشارع، احنا نريد من عندنا وبينا. بس اسمح لي، احنا نريد من عندنا وبينا. انا ويانا جاع، ويانا عطش، ويانا ركض، ويانا اجا، ويانا عاش، ويانا بيت اكل، ويانا بماعون واحد. هذا اللي نعرفه احنا، مو 40 سنه عايش في الخارج. يجي هسه اذا ورد احطهم على هني اصير حاكم عليكم وزير ماكو. اقول لك لا، اقترح الامريكان حررونا، احنا نشكرهم، حررونا نشكرهم، بس هسه حاليا صدام ماكو، صدام ماكو، انتهى صدام. احنا هسه احنا نفسنا، احنا هذا نريده فقط لا غير. مقابر جماعية من سنة 68 لحد الآن 40 سنة. صحيح. ملينا، ماكو ديمقراطية، لاكو شو اسمه، حكم دكتاتوري إجرامي، كل إنسانية ما عنده. مجرد أنت تنطي رأيك على صدام حسين تنعدم. هم ما يدوا استقرار، ما يدوك تستقر، ما يدوك تعيش، لأن ينك دي نهبوك، دي بوقوك. قنينا غاز، احنا بلد إنتاجي نفطي 15,000، غاز ماكو، بنزين ما عندنا، كهرباء ما عندنا، ما يقطع علينا، البحر طالع تفتر فوق بيوتنا، ضربوا عمارة وش البارحة. ليش؟ شو مسويين احنا؟ مو قايلين احنا جايب سلام؟ مو جايين نخلصكم من الحزب اللي انتوا هذا؟ مو مطاضيكم؟ سوونا. مو بس هذا، حتى العرب، هاي الدول العربية ما تاكلها، قاعد تتفرج علينا، ايش حصلنا من عندهم؟ آلاف العراقيين أو بالمئات الألوف مدفونين أحياء، هم ما حد حكى من الصحافة العربية، من الأقلام العربية، ما قالوا صدام حسين دفن مئات الألوف من العرب، من العراقيين عربا وأكرادا، اندفنوا في مقابر جماعية، ما حد حكى بيه. بالنسبة للدول العربية، إذا اسمح لي، أول شيء الدول العربية ناس جشعين وطماعين وقاعدين بس مجرد على الكراسي، ما عندهم لا عروبة ولا عندهم غيرة على العربية ولا عندهم وطنية. هاي ترى كلها شعارات وكلاوات، مجرد يضحكون على المواطن العربي. المواطن العربي والشارع العام هو اللي يحكي ويعبر عن الأخوة والعلاقة ما بين العرب، ولكن القادة العرب كلهم غير صالحين وليس قائدين إلى هاي العروبة. نحسب نفسنا أن نشوف واحد يطالب رحيل الامريكان، ليش رحيل الامريكان؟ هو من حرر العراق غير الامريكان؟ حررنا من صدام حسين. الدول العربيه اللي كانوا ياخذون فلوسنا يقولون الامريكان جاي ياخذ فلوس العراقيين، لا هذا كذب. حتى اذا اخذوا 50% نعم الله 50% بقى احنا، صدام حسين جاي ياخذ 95% الى 5 الشعب العراقي. الجنوب هسه لا نفوط، لا غاز، لا بنزين. جنوب احنا اضطهدنا بذاك الوقت، وهسه اضطهدنا بزايد، اضطهدنا امريكا وصدام. اهل العوز لو سمحت لي، العوز خلى العراقي من سببه؟ سببه صدام حسين. خلاص احكي. اما الولايات المتحده خليني احكي، ما قاطعتك انا. واشغلتنا قوات التحالف بما هو أسوأ، خلتنا ننزع الضمير. احنا الان ماكو داعي ننتظر الماده القانونيه تحمي الشارع، المفروض ضمائرنا تحمي الشارع. بالوقت اللي كانت الدبابه واقفه وتسمح للمواطن العراقي يسرق، ما قالت له اوقف. ليش؟ لسواد عيوننا اجت التحالف؟ لا طبعا لا، التحالف انا البارحه سلبت سكينه بيدي عربيه، وهاي راسي ضربه هنا بكثية وكسره وفتشي، وحتى الغالق 110,000 بالشارع، بالشارع نريد الامان بس، الامان بس انطونا اياه، ما نريد لا امريكا ولا غير امريكا، نريد الامان بالشارع العام. انا عندي مشكله، انا عندي مشكله الان اعاني منها اسمها بطاله. شغل الشعب العراقي، ماكو سرقات، البطاله تخرب. ليش توضح هذا؟ اخي التحالف التحالف اجى بالدبابات ب 24 ساعه، التحالف ما يقدر يجيب ويا بواخر بها مولدات كهربائيه؟ لو سمحت لي. ان شاء الله.
مواد كيميائية مذبذبة بالأرض وبدت تتفجر منه وبيها. هاي اللي سوته هو. هون كانت المكتبة، المكتبة البنات الموظفات بالطرف الثاني، بس هنا كانت عبارة عن ميوزة وكراسي يقعدون بها الطلاب. الأوركنديشنات كانت موجودة هنا سرقت، والبناية هنا حرقوها. حولنا الرابط اللجنة الاتحادية السابقة إلى مكتبة صغيرة نلم بها كتب وأطاريح نعوض ما فقد من عندها، حتى الطلاب يستمروا صار عندهم حماس بالدراسة أكثر. الطيارة ليش يضرب بناية عتيقة؟ ايش معنى على المكتبة؟ ايش معنى على المكتبة؟ ليش مو بالحديقة؟ لأن هذا هو هذا أهم شيء بالكلية كليتي. وهذا مستقبل الدراسات العليا بالعراق. لا هم أعز شيء بلدنا هو هذا التاريخ. طبعاً لا طبعاً. هذا التاريخ. ويعني بدون سبب هيك يعني احنا أنا أخويا راح، بس يمكن من أجي بالكلية ألتهي أدرس، بس من أشوف هيك بعد يزيد مأساة. هاي حريق. بس من غير مكتبات أخبر. من هم يعني؟ I don't know anything. 30,000 كتاب من خلال بها رسومات أو كتب أجنبية لرسامين عالميين أصليين، أطاريح من سنة السبعينات من أساتذتنا اللي جاية من دول الاشتراكية دول أمريكا مترجمة، كلها كانت هونك احترقت. صدام حسين كان ظالم جائر قاسي يعدم يسجن، عنده من الاستبداد شغلات هواية، دز شرطة تستفز العالم، قوات الأمن هواية، بس كنا عايشين نطلع نشتغل. يعني أنا كنت أشتغل عن نفسي، أحكي لك سائق، كنت أشتغل لثلاثة بالليل للأربعة بالليل، ليل ونهار نشتغل. أمرت النفط يعني أنا بالنسبة لي قبل لا أصير الأحداث قلت لهم وزارة النفط ما تنبع، قلت لهم هم جايين علي. أغنى مؤسسة بالعالم هي وزارة النفط العراقية. لحدنا نفس الوضعيه، هم هسه قد يشتغلون نفس سياسه صدام حسين. صدام حسين كان معيش العراق بدوامه، يوم ازمه بنزين، يوم ازمه غاز، يوم ازمه مي، يوم ازمه مواد غذائيه، يعني خلصت الازمات قلل التمن، قلل الدهن، قلل الطحين، قلل العالم دايخه. فهم عايشون بنفس الدوامه، حتى الان يعني الشعب العراقي يلتفت لهم او يطلع مظاهرات او يقاوم. ما شفنا اي تحسن، الاوضاع زادت سوء. بس نتامل انه يتشكل يعني شيء يمثلنا احنا. صدق مو مجرد وعود او يريدون بس يوصلون للحكم. المنجوي اختاروهم مثل احمد الشلبي او الباتشي، صار له 20 25 سنه هو بامريكا وبالامس انه بدول اوروبا. شو يعرف عن انا بنت اللي ولدت عمري 10 سنين دخلت حرب ايران، وشوف عشتوا 91 الحرب الامريكيه وعشتوا هذه الظروف. أنا أقدر أعرف شعبي أحس بينه أكثر من اللي عاش بأمريكا. هو صحيح عراقي بس عاش بأمريكا ما يعرف شكو. فبالتالي الأمريكي من راح يجي أيضا هو ما يعرف شو يريد العراقي، ما يعرف شو يحتاج الشعب العراقي. أنا كما دا أقول الإنسان ابن بيئته، أنا بيئتي هذه أعرف شو أريد، أختار أنا أعرف شو أريد. لكن يجي أمريكي يعرف شو أريد أنا، شلون أفكر، شلون أعيش، شو أحتاج، لا. وبالتالي فهو محتل. جينا وما لقينا لو ندري ما جينا، جينا وما لقينا لو ندري ما جينا. شفنا الدار خالي وبيهم ما حظينا، شفنا الدار خالي وبيهم ما حظينا. لو ندري لو ندري لو ندري لو ندري ما جينا لو ندري. I'm here making a better life for someone. If I can help just one person per day, if I can help 100 people, 1,000 people, 100,000 or a million, it makes me feel that my job is complete. I mean, even if some people disagree with the reasons we came, there are millions and millions of Iraqis out there who couldn't do it themselves and are thrilled to death that we were able to do it for them. And though George Bush may be a hated man, he is my president and I support him. If he tells me I must go to war in Saudi Arabia, Iraq, Iran, Syria, wherever it may be, I will support him because I know that in the end, life will be better. So how do you feel about being called occupiers?
If one man is powerful enough to terrorize a whole country, then he could be power enough to supply a terrorist organization with weapons that could be used against us. I mean, unfortunately, a very sad event happened on September 11th, and terrorism struck home. Now, if those planes would have been filled with, you know, the mystery Saddam Hussein gas or some other weapons that could be used, what would have the casualties been then? المستشفى هذه ما صار بها سرقة وما تعرضت للعدوان لأنه منتسبين المستشفى هم اللي يحموها. مو الجيش الأمريكي. لا. سواء جيش احتلال، سواء غزو، سواء ناس جايين من الفضاء. إحنا المفروض حقيقة يعني أولا نشكرهم مهما يكون على سيرهم. السياسة هي مصالح، مو ما في صداقات. مصالح ومصالحهم هذه. واحنا يا ريت يعني واحد يقول من كل قلبه يا ريت انه غير الامريكان جايين، بس هو من هو غير الامريكان؟ هذا العالم واحنا سياسه احنا مفروضين علينا ما نقدر. فمن تفقد نظام انت من تصير حاله فوضى اعتيادي شغلك كله يتخربط، تفقد كثير من الادويه، يصير عندك نقص بالادويه بين ما تطلبها حتى تعوضها، ماكو وزاره تراجعها باعتبار الوزارات كلها احترقت. يعني هذا بالوقت الحاضر، بالوقت السابق يعني تعرف تشغلت الحصار وفقدان كثير من الادويه خصوصا انتي كانسر او مضادات السرطان. كثير من الاحتياجات الرئيسية للمستشفى اللي هي احتياجات جراحية ربما أجهزة مساعدة، جهاز إعطاء، مغذيات، ما أعرف شنو، هذه صارت فيها نواقص كثيرة. هذا المستشفى أيضا كان بالثمانينات فشي مو طبيعي، يعني مستشفى حديث وراقي وتجهيزاته كاملة. بعد التسعين بدأت عندنا الإشكالات تصير. شو بها؟ جفاف. جفاف. يعني جفاف هذا he passed into a septicemia case just like that baby we had seen just before. Now he is still diarrhea and vomiting. سوء تغذية شديد جدا، نقص في البروتين العالي بشكل يعني ابسط شيء. هسه المفروض نحتاج حليب طبي بالمستشفى، ما عندنا. دياله هناك انا تمرض صار بي ابو صفار من المي، فما هو من طلع مطيته انا صدر، صارت الحاله من هالسبب من عنده، صار بي جفاف. ماكو عنايه صحيه، يعني تجي هنا ايش قد نحاول نطبل ب 50% طبعا ما يشوف. جرحك يا قلب خزن ولا تسجينا يا الزرعي البذرين قوش ازرع لنا حين حين صراحة هي مشاعر متضاربة جدا، يعني بين سقوط النظام انه خلصنا من كابوس، وانه بعد تحس نفسك انه وين ما تروح تقدر تمشي، وين ما تروح تقدر او اللي شيء تريد تحكينه تقدر تحكينه، لان اصبحنا في مرحلة يعني اذا اريد يعني احكي ويا احد ما اقدر يعني نهائيا اعبر له، دائما انطي اشياء اللي لا ما تعني اي شيء، يعني تحكي ويا الناس حتى ويا اي واحد تحكي ما تقدر تشيل بقلبك، ما تقدر تحكينه ليه، ما تعرف اذا هذا كان جاسوس، اذا هذا كان من حزب البعث، او اذا كان هذه، فهم اليوم مجرد يريدون يلملمون الناس في سبيل يكسرون يعني يحصلون على درجات اعلى، لا تشوف شلون. فكثير من الاشياء اثرت علينا نفسيا ومعنويا. والله الحرب الأخيرة كانت يعني أتعس كل الحروب، يعني مرينا بالثمانين، مرينا حرب الثمانين وحرب التسعين، كانت يعني يمكن نقول بأنه هي كان معتادين على الحرب بحيث نحن من دنهيئ للحرب وكأنه فتشي معتادين عليه، فتشي جدا معتادين عليه أنه دنهيئ الحرب، لكن ما تخيلنا أنه راح تكون بهالقساوة هذه أو بهالقوة هذه. يعني نحن قاعدين كلتنا بغرفة واحدة والقاع تهتز جوانا، وفد وضعية مزرية جدا، بالإضافة إلى الصواريخ كان الخنادق اللي مسوية ما نفط زين حتى يعوقون الأمريكان إنه لا يشوفون، وهذا فشي يعني العقل ما يتخيل، وما أعرف ليش هو يعني كان قصده إنه يقتل الشعب، ما أعرف. النفط من جهة، الجو من جهة، القنابل، فأنت شو تخيل واحد شلون يكون نفسيته
وما حد ما يعرف مصيره شنو هو. نحن في أي ساعة كنا نتوقع أنه قنبلة توقع على رأسنا يعني. فهو كان شارع واحد، فمن طب المنطقة من دا يطلع انضرب هنا، هنا جتهم عملية قال لهم يابا راح يطلع، فمن دا يطلع هم وش عبالهم بأول سيارات، ضربوا أول سيارات. قلت له الأول سيارات طلع هو وين بآخر سيارات، رجع على البق. كم سيارة كانت هي؟ دائما كان يطلع بهواي؟ إي يطلع هواي سيارة تقريبا 300 سيارة. زين هم شلون عرفوا أنه هو كان راح يمر من هنا؟ مو يرجع هي المنطقة كان شارع هذا واحد. فهم عرفوا يرجع تنو هنا بهالمكان، فش خابره؟ بالجهاز اللاسلكي خبره والتاجي قريب علينا، جت الطيارات مال الحرس الجمهوري فضربت المناطق الموجوده. عمر النخيل كانت ويا المزارع، شوف اصوره كانت من المزارع هذا النخيل، كان ويا المزارع هذا النخيل، كانت المزارع ورا النخيل. ايش قد ورا محاوله اغتيال بلشوا يشتغلون على الشارع؟ ورا ما يقارب 15 20 يوم، هاي كلها حتى ماكو كانت تبليغ، كلها انقصت وراحت. والله يا صدام يعني ما ادري ايش اريد اقول لك، يعني هو الاذى تعامل ويا كل دول العالم ضد هالشعب هذا، تعامل ويا امريكا، تعامل ويا بريطانيا، تعامل ويا فرنسا، تعامل ويا الاتحاد السوفيتي، تعامل جميع البلدان العالم ضد هذا البلد. فما احنا ما صبرنا له، احنا طلعنا له وتحديناه، فاحنا الامريكا ما نصبر له حتى لو تتقطع هاي. انا شخصيا قد اعدم لي ثلاثة من أخوتي، في الحقيقة أحدهم أعدم في الثمانينات وأنا قمت باستلام جثته، والاثنان الآخران من أخوتي تم اعتقالهم أيضا في الثمانينات ولحد الآن لم نعرف عنهم أي شيء، وبعد انتهاء النظام لم نحصل على أي خبر عنهم. هذا الأخ كلهم معدومين؟ كلهم معدومين، هذا الصور كلها معدومة. المواعيد التي قطعتها أمريكا والعهود اللي قطعتها على نفسها لم توفي بها لحد الآن، ما وفت لا المساعدات الإنسانية بشكل مرتب جاي تصل للعراق للعراقيين، لا الخدمات الأخرى، البنية التحتية لا تزال محطمة، لا ماء لا كهرباء، الناحية الصحية أيضا وضع متردي. لأن شين هي الوعود اللي وفت بها أمريكا؟ أخذوني 82 من بيتي طلعوني أنا وأطفالي وزوجي قبل 20 يوم أخذوه، من بعد ما أخذونا ذبونا بمركز الدجية، من مركز الدجية نقلونا لبغداد، والله نسينا بسجن بغراب، ردوا نقلونا للصحراء، الصحراء عذاب بيها وجوع وهدومنا يعني شققت، حطب ننقل على روسنا ماي، هاي كله المواد شهر يجيبوها من وقت الشهر يعطلوها علينا، حتى أكل ما ظل عندنا يعني، كنا نلم هذا اللي ندب الفضلات مش شنو رجعنا عليه أكلناه من غصبا علينا، وأطفالنا تبهدلت اللي يتمرض واللي لبسونا يعني من هاي الكهربائيات اعترفوا. يعني عرضونا للتعذيب، اي الزلم والنسوة حتى الأطفال زحفوهم وشالوهم ضربوهم على رجليهم على ايديهم، يعني عذاب شديد. ما قدروا يعني يلمونا يجمعونا يعاقبونا، صاحوا موطه موطه، تعال نوزع لكم موطه، احنا جهال ما نفتهم، جمعنا كنا على الموطه، من تجمعنا حصرونا وذبونا بمحجر وذبوا علينا مي حار، هم مو بارد، جو كان حار هذا بالصيف، اي بالصيف ذبوا علينا مي حار. قضيت وعيت بالسجين،
طلعنا هنا بيا سنة طلعنا بال86 طلعنا من السجن. زين هي هاي كلها من بالسجن هذا قضيتها هاي الأيام. من طلعنا هنا هم مدارس جانا الجيش ولحد هاي ساعتك هربنا حياته كلها هروب. هروب 7 سنين بالحرس الجمهوري كنت. هربت من الحرس الجمهوري. هربت من الحرس الجمهوري 7 سنين. كودن قلنا الموت أحسن من هالعيشة من هالذلة يعني. ايه واستقبلناهم للامريكان بالصوره حرقنا الصوره مال صدام هاي على الشارع العام الساحلي انت حرقتها احنا وهزانه وهزمه حرقناها بس كنا نتمنى يعني صدام يسقط بدون حرب بدون اي شيء وفرحت لما سمعت انه هو سقط شلون فرحت خلصت منه زين انت شنو شعورك هسه بالنسبه للامريكان تريدهم يظلون تريدهم يروحون والله هم يظلون هم هلا بيهم يمشون هم هلا بيهم زين من راح صدام لحد الان مرتاحين بشكل مرتاحين راحه مو شلون مكان حتى الهواء تغير زين والله حتى الهواء تغير من راح صدام مرتاحين راحه مو شلون مكان أنا واحد من الذين عمي أولاده أكو اللي هم أولاد عمي أصغر من عندي وأكبر من عندي ما طلع لي ولا واحد من عز ستة وأبوهم وأمهم أمهم توفت بالصحراء إحنا صدام وصلنا إلى مرحلة وياه ما عاد نقدر خوفا على أطفالنا ونسائنا مو على أنفسنا خصوصا من ظلم صدام حسين فإحنا هذه الفرصة نعطيهم إلى الأمريكان إلى فترة من الزمن وعندما تتضح الصورة لأمتن. الزمن وحده يحكم يمكن يوم يمكن شهر يمكن سنة الظروف التي هي تحكم إيش وقت ما لأنه النضال عندما يصير عرفت ولا من المعاناة عندما يعاني الإنسان ويعرف بأنه هذا المحتل فعلا جاي عرفت ولا من أجل شيء أن يذله أو أن يظلمه أو أن يهينه عند ذاك الوقت ينتفض ويثور عند ذاك الوقت يصبح لا مجال أمامه إلا أن يحمل البندقية صدام سقط بالانتفاضة الشعبانية صدام سقط لكن لولا تدخل أمريكا ما كان استمر هاي المدة 12 سنة أمريكا شنو اللي سوتها؟ أموال الشعب كانت مخزونة بالقصر الرئاسية وزعتها ألمان للبعثين يسلموا في النساء حاليا بالباب وغيرها ليش أمي فاقد 7 نفقدي معقولة أشوف البعث قدامي يفتر يحكمني وأنا ضل قاعد لا والله لو أروح أنا وأخوتي وعشرتي كلها أنه بتروح ما أخلي بعثي بعد يصعد على كتفي كان التعذيب حرق الأصابع قطنا انتزاب قطنا يلفوها على الأصابع الرجلين ويدبون عليها سبيرتو ويحرقوها الآن تطفى فتبقى الأصابع مركبة ناس على ناس وأكو الشباب عندنا زغطة وما عاد يقدرون يمشون وقت الشباب عندنا محجورة بالزنزانات ولحد هالساعة ما طلعوا صار لهم ما يقارب 24 سنة وما طلعوا وحتى أثر الجثث ما أكو وين وداها؟ ما حد يعرف سواها بالتريزر يعني هو جانا بابا غريب حاطين النسوان السيارة زنزانات يعني واحدة بسدوا لك وزلم فوق فطلعون الزلم أمام النساء أمام أختي أمام أمه أمام عائلته يعذبوه جابوا اثنين من المجاهدين يقول لهم شيلوا الفلقة ويجيبون واحد الأخ يقول له أنت شيل العودة نفسهم يخلون المساجين يعذبون أصحابهم ناس تعذب ناس شنو المرة تضحك عندنا واحدة علوية عندها ولدت بالسجن بنتها عمرها 3 شهور فيجيبها يخلي بنتها برا يطلعونها ورا السجن ورا القضبان يضحك عليهم إذا طلعت الدمعة تبكي تصرخ البنية عمرها 3 شهور إذا ضحك عليهم إذا طلعت دمعتها طلع يديها يبسطها يعذبها إذا طلعت دمعتها بإذن المرأة العجوز عمرها 60 سنة 65 سنة شي عذبها يقولها حجية تريدين تراشي نصل لفظية يقولها خلاص شي اللي بالتراشي أنا شبيرة وحموت صارت ولدي وأهلي وبيتي يقولها لا ححط لك تراشي شي جيب لها القراصة مال الكهرباء وشغل الجهاز وخليها ترجم احنا 30 واحد زنزانة 2.5 بثنين 30 كل واحد لك كاشين الوحيد أنا طلعت كلهم عدم شلون طلعت ما اعترف جابونا صمونه شتشوها بالشيش وصيحوا احنا 27 واحد قاعدين بالغرفه صيحوا عو 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 واحد يجرها بحلقه الكلب انبح يلا انطقه الى ان واحد جرها بحلقه قال اي هذا الكلب
المفترس ويضربون علينا بالمي البارد والبنكة تشتغل ونرجف وتعذبوا علينا القمم لا إله إلا الله. تموز درجة القمم يصعد هيج على الحياطين وجسمنا منهم جسمهم قام يذب دم. هذا بالصاندات صاندات والتيزار هذا على أشكال وأنواع اللي شفنا من التعريف نساء وأطفال. هذه 4 سنين و6 شهور بالحاكمية مال المخابرات بقينا 6 شهور. دايبين وللمحبة ما يرجعنا الحنين ما يرجعنا الحنين غلطة ودفعنا ثمنها أجمل أيام السنين أجمل أيام السنين تايبين وللمحبة ما يرجعنا الحنين ما يرجعنا. هذا اللي ديغني عامر هو معدم ماليا يعني يبيع سيارته قدامي ودي يروح يشتري لفد مجتمل صغير وهذا حال الفنان وهذا صوت دا شوفه. مولي مولي مي لا تسل عني وخليني على عهدي أمان أمان ليلي. طبعا اسمي عامر توفيق الحقيقي واسم الفني عامر توفيق. فالآن أدرس في معهد الفنون الموسيقية فنون جميلة سابقا عندي تقريبا 500 طالب. شارع الرشيد عندما احتلت بغداد القوات البريطانية وصلت سلمان بارك رجعوهم العراقيين وحصروهم بالكويت 1914 بدأت الحرب الكونية. هم دخلوا العراق سنة 1916 بعدين العراقيين رجعوهم للكويت حاصروهم بعدين سقطت بغداد 11 آذار 1917 صار شارع صغير اللي هو شارع رشيد أول شارع في بغداد هذا سنة 1916. ذاك وقت وهذا وقت احنا دخلنا بعصر حضاري وتكنولوجيا وشي هذا اللي صار ببغداد هذا ما ينوصل. يعني انا ظلت ابكي لما حرقوا المكتبة الوطنية مو بيها تراث العراق مو حرقوا بلدي. احنا نتحمل انا اقدر اظل يومين بلا اكل لكن ابن بنتي ما يقدر يتحمل يصبر ما إذا ما يشوف تلفزيون إذا ما يسمع موسيقى إذا هاي. أحمل المسؤولية أولا الصدام حسين ثانيا للدول العربية والإسلامية كلها ولا واحد قال أوقف. أقطع علاقتي معاه دبلوماسيا أسحب سفراء يسقط ويروح عليش هالدمار هذا هالصلافة بلد راح بثروته. تعرف جنابك إيش قد تهدمت بنايات إيش قد احترقت وثائق. شو سوى ذا الدولة؟ كل الفنانين أخذوا 20 دولار. أجي أنا وكارلو هارتيون وحسين التكريكي ذولا من كبار المخرجين نوقف سرة دي طلع 20 دولار. تعالوا باكر نرجع باكر تعالوا. قلت له ما اريد العيش على الذل ما اريد العيش على الذل ورحت ولحد الان ما ماخذ فلس انا من اي واحد. لويش هذا مو يعني احتلال مو هين. ثروات بلد راحت. يعني لو اخذكم هسه قضيه صحيه تتعجبون منها شلون دوله سويت شكل الموضوع. مجاري القاذورات كلها ذبب دجله. دق الحديد على
العديد وويلي تسمع له رن. الحصار الاستيراد كان محدود ضيق. وشو كان الدعم؟ هسه بالعكس هسه مفتوح. هسه التاجر العراقي حسب ما هو حسب ما يشوف المطلبات الحاجة الشعب العراقي اللي يريدها يروح يستوردها رأسا بدون إجازة من كل العالم يستورد. الشعب معه فلوس يدفع ل موجود فلوس الحمد لله رحمه لو واردات من الخارج موجود دوار موجود كثرة كميات ياخذون رواتب بالدولار. هلا مين عم ياخذ رواتب؟ كل الموظفين بالدولة قاعد تقبض بالدولار. كل الموظفين البطالة موجودة البطالة بس نعم. مو ذيك الكميات الكبيرة نسبة 70% بطالة بالإعلام 70% إيه وأنا كم 70% لا مو 70 نسبة ما 40% ما يعني نص أي بس حبيبي أي عائلة بيها بطالة نسبة معينة بس أكو مقابلها نفس العائلة يشتغلون هي بعد الضربة بعد ما دخلوا الأمريكان كل قاب تشتغل لقاب تتوفر المواد الأولية رأساً. يعني أنتم كقطاع خاص فرحانين. طبعاً. أنا شخصياً. أنا بالنسبة لي كرئيس غرفة يعني هواي مرتاح من جو الأمريكان. بس أنت برأيك القطاع الخاص حيقدر يوظف عمالة مثل ما كان يوظف أكثر القطاع العام؟ أكثر أكثر. يعني هسه كل دول العالم تصدر بضائع إلى أمريكا بكوتا. الدولة الوحيدة بدون كوتا هو العراق هسه. فأنا هسه بكرة إذا شغلت المصنع مالتي حصدر كل إنتاجي إلى أمريكا والإسعار تقريباً طيب. أريدها. طيب كيف عم تشتغل هالمعامل إذا الكهرباء مش متوفرة إذا المي مش متوفرة إذا البنية التحتية اسمح لي متوفرة. اسمح لي الكهرباء صح مو متوفر بس المي موجود المي صح يتقطع بس ممكن أخذنا متوفر المي بقى الكهرباء أجيب مولدات وستشتغل موجودة بالفترة يعني ممكن تصحح الأمور يعني الحمد لله كل شيء تمام بالعراق هسه احنا إذا تسمح لي هسه كل شيء ماكو شلون مش دخلي مواطن ده يسأل شو اسمه صاحبي ده يسأل وجابان ده يسأل وجهة نظر الكل اي وجهة نظر الكل نعم لا ليش هلا انا ما خلص مع الاستاذ نحكي معك معلش انا نحكي معك بعد ما خلص فيك تستنى رجاءنا فيك تستنى مباشر بعدين نحكي معك طب معلش لكن هذا الرجل ترى ما اعرفه مش لا بالغرفة ولا كل شيء وما لي علاقة بالغرفة الرجل مش ما نعرفه ما نعرفك تمنه أنت خلي بجيبك شارع الغرفة خلي بجيبك في مين جاي أنا جويني وجايبك من الشارع من الشارع الغرفة حاليا دا تقبض رسوم يومية 6 ملايين لا شبابيك لا جام لا كهرباء لا تنظيم كهرباء ماكو بالبلد مي ماكو بالبلد بطالة موجودة قديش البطالة هواية فوق 70% هو قال لك 50% لا 80% بطالة وساعة ب 12 بالوحدة تعزل شارع الرشيد يعزل يروح موجود تسليب موجود يومية 4-5 قتلة بالشارع يعني هذا مو حقائق هم اللي يحجوها خلي يحجون الحقائق للبلد كان الوضع يعني وضع صدام حسين مو خوش وضع تمام مضطهدين احنا كعراقيين بس اكو استقرار اكو امن اكو نوم راحة بالنسبة للعمل التجارة للعمل موجود والتجارة موجودة بس مو نظامية يعني بس الربعة يعني احنا قضينا فترة الحصار كل صعوبة قضيناها وتخلفنا عن الصناعة العالمية على امل انه تنفتح لنا ابواب جديدة لكنه دا نحس ونشعر انه اي شيء كان جيد في البلد ساعدوا الأمريكان على تحطيمه وكل شيء سيء زاد سوء كان المفروض هاي الحل اللي يصير بالعراق كان مصير كانت هواية طرق لتغيير الأوضاع للوصول إلى غير حالة بغير أسلوب وبغير هذا الدمار مع الأسف أجوا بس عن النفط ما أرمرخ مع النفط اجوا بس عنا مساعدات كل شيء مسوون ماكو هسه شغل يرحون يقولون روحوا سجلوا كذب ماكو احنا من وجماعتهم هذول منا من شعب العراق الناس تعرف معاناتنا الامريكيه من نقول احنا اذا ماكو شيء خلال هالفتره احنا كشعب العراق ما قاتلنا القوات الامريكيه ولا اي واحد فينا قاتل يعني شيء القوات الامريكيه واحنا ننطي الحريه بالبدايه واذا ماكو اي حريه لا يعرفون بان الشعب العراقي ثوري يعني ما نسكت للظلم قطاعات كامله توقفت يعني
يعني مثلا بالنسبه للمنافسه كمنافسه صناعيه مع البضائع اللي تدخل، ما عندنا امكانيه نتنافس معها، ما عندنا امكانيه، لانه تعرف انه راس المال مع جوده المنتوج احنا ما عندنا الامكانيه، لانه بالحصار 13 سنه سابقه احنا مكايننا اصلا قديمه، قامت تكون صناعات متطوره وباسعار مناسبه كلش كلش يعني رخيصه ارخص من العراقي، فصار الاقبال عليها اكثر ما صار الاقبال على المنتوج العراقي، فصار عندنا شنو يعني كساد كساد يعني كساد معنى الكلمه كساد. فمن اجوا الامريكان كنا نتوقع خير يعني يكون، لا انه بزاد الكساد كساد بدو صدام افضل افضل بكثير يعني. حريه نعم حريه موجوده، لكن مع الحريه موجود انفلات، حريه صحيح معناها حلو لكن حاليا يعني فوضى، هم يقولون عليها حريه هي فوضى، بس بنفس الوقت يعني احسن من صدام كنظام سياسي كاقتصادية لا لحد الان ما شفنا شيء من الامريكيين، يعني كان النظام السابق افضل. نعاني من شغله هنا يعني هسه الساعه تقريبا بحدود 2:30، الساعه بالاربعه بالخمسه لازم تتعزي تروح، يصير ينفقد الامن. ليش؟ ينفقد الامن، عصابات، تسليب، كهرباء، شغل التوليد. Without all this is in line for gas. Like every other street we're going through, this street used to be a model street. I mean, if you tell Rumsfeld about this, he'll say, this is, you know, this is what happens in Chicago after the Bulls win the NBA. Except we didn't win the NBA. اسمي المحامية لهيب كشمش نعمان. بمن أني طفلة صغيرة كنت أقول عمري 5 سنين وأقول أني أصير محامية وأكمل بالسوربون. صرت محامية مشهورة، قلت دا أروح لفرنسا أكمل دراستي على الدكتورة. جالي شخص قال أكو شخص تاهم عدي بسرقة فيديوهاته. أنا ما قبلت أزام الدعوة، قلت شلي بهالدعوة. فرحت للمحكمة قريت هالولد بريء. جيت للأمن دا أشوفه، كان الباب شوي مفتوح دا يعذبوه. شفت كل أصبع دا يحطوه بالكهرباء، هو يعيط أنا بريء أنا بريء. مما خلاني دفعني أن أتشبث بلزم الدعوة. بعد أسبوع دا أحكي قصته باليم المحامين، ما أشوف إلا بعد 5 دقائق واني لابسة الروب دا أنتظر المرافعة مالتي. يجون الشرطة، تفضلي استاذة ويانا. شو مسوية؟ أنت قايلة ماكو عدالة للمحامين، تحكين قصة نادي. فأخذوني وياهم ضرب ودوني السجن الكاظمية. هناك المسجونات استقبلوني بالتعذيب والضرب على هي ضد عدي وضد صدام. مسجونات يضربوني، التمون كلهم من واحد لواحد مثل الأفلام المصرية. بعدين طبيب زميل فائزة، طبيب نفسية، قالها الفائزة أختي، قالها نسوي لها تقرير طبي إنه هي عندها شيزوفرينيا اضطهاد، يعني تتخيل اضطهاد اضطهاد الناس إلها. حتى على مود نخلص نوديها شهر للمستشفى مع الشماعية، وهناك علاجه وتطلع بعد شهر. رسمت على الحائط يم القصير الجمهور رسمت صرصر، كتبت عليه صدام حسين. ضربوني راجديات، خلوا شيء على عيني، أخذوني المحجر بالقصر الجمهوري. أنا أصيح صدام صرصور صدام صرصور. And for the deputies, Saddam, I said from here and from here to the toilet. I paid for him a cottage and toilet. That his photo is here. فبعدين شو اسمه دزوا نقابة المحامين، محامية دفعت عني. قال عرضوني على واحد، قال شنو عداوتك ويا صدام؟ قلت له انا ما عندي عداوة، انا محامية دافع عن الحق.
فقلت للقاضي سيد القاضي أنا مو بس أدافع عن حقي لكن أذكر أنه عدي مجرم يستحق عقوبة الإعدام. في يوم من الأيام جالي خبر من أحد قال أنه عدي يقول لهيب طالما وقفت ضدي طلبت لي الإعدام انتقم منها. كانت بالجريدة صورة عدي وصورة صدام، شقيتهم هنا بالغدير. فواحد من الناس خابر الشرطة وجدتي فأخذوني السجن الفضيلية مالك حاب. فهناك أنواع التعذيب مالك حاب، ضرب وبعيني شلحوني هدومي وينامون علي مصاليخ. كنت أصرخ يا ربي وأرسم صلبان على الحائط يا رب خلصني. فأختي هم سوتها مستشفى قدرت أطلع. بعدين الناس قامت تحملي مي وتسبحني وتطيلي هدوم وتساعدني. الناس العراقيين كلهم ساعدوني، بس شنو يعني ما يدخلوني لبيوتهم خوفا من عدي. أول ما رحت للأحداث استقبلوني حلا باللي ضد عدي، ما نشوف معكو لك حياة، تعالوا سبحوها. ضربوني سبحوني ماي خلوا مسجونة تبول بي، سبحوني بي بالقوة وحبسوني وراسي المجروح السكينة بعدها كان أثار الجرح، زنجلوا إيدي ورجلي وحبسوني محجر أرضه متر بلا أكل بلا شاي، وما يصيحوني بس كان واحد يفك لي الباب. المهم من حرقوني ثاني يوم ذبون مي جايف مال نظفون بي التواليت على اللحم المحروق هنا، وضربوني الصندات وقلوا لي عجبتك خدمتنا اللي عادي عدي كنا نعادي زين ما متي احنا نشوهج، انت ضد عدي ضد الحكومة تستاهلين الاعدام. والله بالعكس يعني اني افرحت انه نتخلص من الحكم، بس اني يعني منش في السيارات رعب يعني مثل انصدمت بيها، يعني حسيت انه فكوا البيبان للحرية ويريدون يغلقوها قاتل. طلعت يعني لا تواخذني، طلعت وطلعت الجهال وياي مظاهرات على الاحتلال، مظاهرات نمشيهم بالشارع ويصيحون يعيش العراق، نحن جنود العراق سنكون ندافع عن الوطن ونطرد المحتلين. كنت افضل يعني لا تواخذني، افضل لو معدومة ولا متحطمة حياتي بالمستشفى ويطلعون حكي انه اني مجنونة. كنت مجنونة، الاقي التعذيب اللي رجال ما يقدر يوقف صدق. اشقاري بشامة يا ابو ابتسامة، اشقاري بشامة يا ابو ابتسامة، ليلي ما نام وبعيني سهر، عيونك شدر وجهك بدر، دوم انتظر عالفرقة الفرقة انا ما قدر. صباح الخير. اهلا اهلا. هلو بنروح قدام نفديك يا صدام، بنروح قدام نفديك يا صدام. وتعرض المستشفى أثناء أحداث 8/9/2003 إلى عملية تدمير شامل، وتعرض إلى السلب والنهب، وكان في المستشفى عدد كبير من المرضى بحدود 1020 مريض. This is the American soldiers made an opening and then the IFCRC fixed it, but that's the opening through which the US soldiers came in and then the looters followed. ونتيجة الأحداث التي حصلت في هذا المستشفى فتحت الأبواب وخرج المرضى وأكثرهم اتجهوا باتجاه المجتمع وقاصدين عوائلهم. زين عاد اللي حموهم الحوزة،
حوزه اجاوا واشتغلوا وادوا اللي عليهم بصوره صحيحه وجابوا اكل للمرضى من الجوامع. شعارنا امه عربيه واحده ذات رساله خالده، اهدافنا وحده هي اشتراكيه. شعارنا امه عربيه واحده ذات رساله خالده، اهدافنا وحده هي اشتراكيه. I feel that America is a strong country in the world. So they control everything in the world. They took a wise decision to come to this country and start helping the people here to put some security. But are they doing that really? Are yes, they helping the people? They are helping the people, yes. Where I myself now I am working as a translator with them, interpreter. Where? Interpreter and translator with the Americans. Every and day? Here in the hospital, every day, yes. بس يخلون قوات أمريكية حتى لو مدرعة واحدة ما حد يجرأ وياخذ. طرصان دام هيلو طش في لولاي، 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 طرصان دام هيلو طش في لولاي. العراقيين نتيجة الظروف الصعبة جدا 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 اللي مرت بيهم والتقتيل والتنكيل وهتك الأعراض وإعدام الشباب والمجازر والمقابر الجماعية وحتى يعني وصلوا لحال يمدون إيدهم حتى للشيطان في سبيل ينقذهم من صدام. أي مواطن تسأله بالعراق يقول له شنو رأيك بدخول الأمريكان، يقول لك هم حققوا فتشي يعني الناس أكثر الناس يعني سذج بطبيعته تقول لك هو أزالونا صدام. هم كانوا ملزمين بإزالة صدام لأن هم اللي جابوا صدام أصلاً. The occupation forces want to tell the outside world that Iraq is fine and everything is changing into safe haven, which is a big lie. Women cannot step out in the streets. The very presence of American soldiers of the American military even inside our universities, which should be sanctuaries, you see. يعني our own temples, their very presence there is very much irritating. فما سووا هم أي شيء نهائيا ولا أعتقد راح يسوونا حتى لو سووا البنى التحتية. أنا شو استفاد من البنى التحتية إذا الشعب خرب؟ شنو فائدته؟ أمريكا تحركت من أجل مصالحها، ودليلي على ذلك عدة أدلة. أولاً أمريكا على علم وعلى يقين بجرائمه وبمجازره التي ارتكبها بحق الشعب العراقي، وارتكبت وهي تعلم بذلك، إن لم نقل تحت نظرها فإنها تعلم بذلك. فأني أشوف الدبابة الأمريكية أو المدرعة الأمريكية تمشي بالشارع كأنه تمشي على قلبي أنا شخصياً، وكثير من العراقيين نفس الشيء. ليش يا زماني ليش يا بكسر الخواطر كل ساعة لي ما شفنا من بوش تحرير وإنما أضرار البلد. أوعدونا هواية، طلع على التلفاز بوش، طلع برايمر، أو طلع وزير الدفاع الأمريكي وصرح وقال إحنا راح نسعد الشعب العراقي، لكن هذه مو حقيقة. منازل تهدمت وماكو تعوير، وبيوت تخربت وماكو تعوير. إحنا ناس مدنيين ساكنين في بيوتنا، دخل الجيش الأمريكي، دخلت محرر، ليش تضرب المدنيين؟ في شعبي يجي يحتل ما في مقاومة؟ أكو مستقبل العراق ما يقرره لا بوش ولا الإدارة الأمريكية.
يقرر الشعب العراقي هو نفسه، لأن هم أصحاب المصير. نظل نبني إلى النهاية بلدنا وما نقبل أحد يشاركنا بالحكم. We have our newspaper that's being distributed all over Baghdad and it works mainly against honor killings. We have this section about the women who have been killed because they went against the honor of their tribes or of their families. This kind of killing was not popular during the 70s or the 80s. It came back during the economic sanctions after Saddam began to flirt with the tribal heads and also with political Islam. And we also work against compulsory veil because in Iraq, after this war, very miserable things happened to women. We are defending the rights of women. We are calling for full equality. And when we approached the coalition forces that we want to take part of writing the constitution, at least providing the guidelines, we were refused into the conferences that they had, for which they had chosen top officials in Iraqi ministries, and they said they have all the professional people that they need, and they don't need to listen to us. I'll give you a figure here. In 1980, 40% of the public sector were women, and 80% were educated in Iraq. So now, after the sanctions, the number of the educated women has gone to half. It's 45%. And all the in the public sector, the mass layoffs had hit the women before it hit anybody else. القطعة لأنه غالية والكتاب يكلف $7-8 فتضربها في 2000 كان معدل $2000 يعني يصير كتاب بسيط $15 فالراتب المدرس خلينا نقول مدرس ومعلم اللي هو المادة الأساسية في الثقافة ما كان يتجاوز $10,000 يعني أقل من كتاب راتب الشهري أقل من سعر كتاب حديث فشلون راح يشتري كتاب؟ اللي حدث كان يحمل في طياته شيء من السرور لكن هذا السرور ما زال نسبي لأنه لم تستطع القوات أو قوات التحالف الأمريكية أن تحقق ولو جزء بسيط من طموحات الشعب العراقي. كنا نعتقد أنه دولة مثل أمريكا وتحالفات الأخرى كانت ممكن أن تؤدي الكثير وتحقق الشيء الكثير لكي تحمل مصداقية وتكون بقدر متطابق مع الشعارات اللي رفعتها قبل إقامة الحرب أو شن الحرب على العراق.
وحسب اتفاقية جنيف أنه الدولة المحتلة ينبغي أن تقوم بأعمال كثيرة من أجل إعمار والحفاظ على ما تبقى في هذا البلد العريق الذي يبلغ عمره أكثر من 7000 سنة. تحول العراق إلى صفقة خاضعة للبيع والشراء. بديت أكتب الشعر بالثمانينات، عام 85 سجنت. شنو السبب؟ تهمة سياسية في قسم الأحكام الخاصة في أبو غريب، حكم علي مؤبد، طلعت بعفو 89. أمريكا مسؤولة على القضية، هي حطت العراق في هذا المأزق. شلون ممكن بس؟ يعني هي حطت العراق في مأزق إنه خلصكم من النظام ونحرركم، نأتي محتلين يعني. مقاومة وطنية موجودة بالعراق. يحاول الإعلام الأمريكي أن يغطي عنها، أن يروج إلى وأنهم فلول صدام، بس هم أساساً ما لهم علاقة بصدام. المقاومة اللي تعمل حالياً. بس يريدون يكرهون الشعب لهم يعني. أمريكا ممكن كانت مفكرة في مخطط العراق، بس تفاجأت من المقاومة اللي تصير بالداخل. تفاجأت بأن الشعب العراقي شعب قوي، شعب عاش كل حياته حروب ومشاكل. والديمقراطية اللي يتحدثون بها، هم فاجأوا الشعب العراقي والمثقفين العراقيين في بيان، في قرار صدر قبل أسابيع، أصدرت قرار قوات التحالف بغلق أي صحيفة تحرض على الاحتلال. جوان الديمقراطية يتحدثون بها. هاك ديمقراطية احنا نريد. الحقيقة ألقي القبض علي عندما كنت في البيت أقوم بترجمة بعض القصائد العربية إلى اللغة الكردية، اتهموني بأنني عندي علاقة مع الحزب الديمقراطي الكردستاني، والحقيقة ما كانت علاقة انتساب. لقد كنت في قاعة فيها 40 شخص، 27 شخص منهم أعدموا، وكلهم من الكفاءات العالية جداً، من الأطباء والمهندسين، من أبناء النجف والجنوب والموصل وكردستان. أنا جداً متفائل، الشعب العراقي متعطش للحرية، وهذه الأشياء اللي نسمعها هي فلول للنظام البائد من مخابرات واستخبارات ورجال، وهؤلاء الآن مصلحتهم تقع انضربت الآن، وإنهم يريدون التخريب. أخي أقول لك شيء، أقول لك الضغط اللي تواصل علينا مدة 35 سنة، أفقدنا توازننا. إحنا بشر، إحنا كائن يتخبط في كتلة من الأعصاب، حتمية ازدواجية هذه الأعصاب. يعني تقدر تقول إحنا هسه الشعب هذا مزدوج. ليش؟ لأنه فقدنا توازننا. شو نسوي؟ ضغط 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 ضغط. أي بارقة أمل حتى لو قشة في هالفضم هذا ممكن نتكلم بيها. إحنا فقدنا توازننا. زين، فأي شيء حتى لو تكون من العدو من الشيطان، من العدو من الشيطان، المهم نريد شيء يضمن لنا استقرارنا وتوازننا. ماكو بديل، خيار ما عندنا، خيار نضع ايدينا بيد الشيطان من اجل يمكن ان يركننا شويه او يرفع شويه بينا. احنا نعرف كل شيء. طفني من ياشر لهم يقول لهم هلا، وقولوا له هلا. تدري شو يصير بي اني؟ اني انصهر، اني راسا انصهير والم ببودقه داخل حفره من تراب وطني. ليش؟ لا اريد اقول للطفل لا تسلم عليهم، لانه ما اقدر، لانه احس هالطفل اكو وشيجه بينه وبينهم وهم مستعمرين. اقول له ليش جيت؟ Why you coming to destroy my country? Why? يقول لي oh sorry please I'm soldier of American army. يعني ابقى ما اعرف شو اجاوبه. هو رجل موظف جاي. ممكن اتحدث برمزيه تفضل. حبسوا انفسهم 20 عاما، اغلقوا الابواب، اطفأوا اضواء المسرح، ثمة من يتهددهم، وجاء الوقت وفتحت الأبواب وأضيئت الأنوار. إنهم يقيسون مدى حريتهم الجديدة. السيد الجديد سيهدم المكان ويشرد ساكنيه ويبني على الأنقاض مشروعا سياحيا.
قد خدعت. فوق النخل فوق، فوق عيني فوق النخل فوق، مدري لمع خذايب مدري القمر فوق، فوق النخل فوق عيني فوق النخل فوق، مدري لمع خذايب مدري القمر فوق، والله ما اريد باليني بلوى. منطل الشعب استحقاق منطى حريته، حرمنا من ثروات بلدنا، حرمنا من كل شيء. والله أتمنى تشكل حكومة جديدة وبأقرب وقت، ويتوفر الأمان بالعراق حتى نقدر نعيش حياتنا طبيعي. المناهج الدراسية أتمنى أنهم ما يحرفون بالتاريخ زين، وإذا كتبوا على هذه الحرب ما يكتبون بغداد سقطت، بغداد ما سقطت. If we would have came over here for no reason and the sky was blue, we accomplished what we set out to do, which was to rid the people of the Saddam regime. Who in the end is going to get the profits from the oil? You tell me. I believe the Iraqi people. I believe that the Iraqi people in 10-15 years are going to be as wealthy, if not more wealthy, than Kuwait. They're not bad people, but they have the bad people out there. But I think over the long haul, doing a lot of good for a lot of people. I mean, it was this country that begged for our help over the years, and so, I mean, we've come to provide it. Do you really think that's why the U.S. is here, to liberate the Iraqi people? That and national security, yeah, I do. What part of national security? I mean, it's ironic because, you know, for 20 years, America didn't really care about the Iraqi people, and they allowed a lot of atrocities to take place, and they just sat back and they did nothing, including the Iran-Iraq war. Well, obviously I was too young back then to know what the situation was. I guess the first time I was ever cognizant of this region or area was when the first war was. How old are you? I'm 26 now, so what was that? I was 13 then. So, I mean, I knew the Middle East existed, and I knew what some of the countries were, but obviously I had no idea of what the issues are. And even today, you know, it's a very complex region, and I don't think I even begin to fully grasp. Rock throwers? Little kids throwing rocks. Yeah, little kids throwing rocks. That's not too fun. So what do you do when that happens? Drive them. When we are on the street, when we are patrolling, and we stop into a local gas station, and we ask the people, hey, how are things going? They say, as long as you come around once in a while, things will be great. We stop into a neighborhood, and we stop and we talk to the people, and they say the same thing. As long as you come down around, things are okay when you're in the area. The people, I haven't met people who have complained. I haven't met people who have been put down by us. Since we've been here, all I have seen is people saying, thank you for being here. Please come through here once a night, because when you're here, the thieves aren't around. They're afraid to be around when you're here. Have you had any contact with the people? Negative. Do you feel the U.S. government has the responsibility to tell its soldiers, if not the citizens, that it itself supported Saddam Hussein throughout the 80s? Well, see, I don't really know enough about that to really comment on that side of the house. منين انتوا فيكم وثائقنا؟ ها؟ منين انتوا خلينا نتعرف عليكم؟ أنا من الصومال. شرفت معرفة قبل لا أصعد أنا من الصومال. يلوق لك عادة من الصومال، يشهد الله. قلت لي من جيبوتي؟
احكي لك شكل جيبوتي. انا جديات هذا الملك فيصل، فيصل الاول هذا. انت تريد ترجع الملكيه؟ لا. ولا شو تخرجت انت؟ انا تربيه كيمياء. سويت وراها؟ درست خدمه عسكريه ورا مع الكويت مباشره، خشيت عسكريه سنه ونص. وبعدين سنه ونص صارت سنتين لان ماكو تسريح. بعدين اعمال حره. زين هسه شنو شعورك بعد كل اللي صار؟ والله شنو شعوري بعد اللي صار هسه بعد سقوط النظام والاحتلال وكذا؟ هي ماكو احتلال، انا بالنسبه لي ما اعتبر هذا احتلال. احتلال شو سميه؟ الامريكان باي حال من الاحوال اصحاب فضل علينا. شلون؟ مجرد خلصونا من صدام حسين اصحاب فضل. بس هذول الامريكان هم بالثمانينات هم كانوا يعطون صدام اسلحه وفلوس. ايوه الرجال انقلب عليهم وقال من قال بالتسعين من قال غدر الغادرين، هو كان متفق وياهم انقلب عليهم. زين شلون هذول اصحاب فضل علينا لما هم كانوا يساعدوه يضربنا على راسنا؟ هم اللي جابوه، هم اللي اختلفوا وياه، هم اللي طلعوه. اسلوب الاستعمار ابن عمي تغير، الامريكان لا تتوقع انهم ممكن انه يظلون هذا جيشهم وهذا كذا وهذا وضعيتهم. تتبدل حكومه، تجي حكومه نوعا ما مواليه. يعني بالنسبه لي ثلاث ارباع الشعب العراقي ابو سيده وتشوفه. يعني ما راح يتغير، انا خايف انه ما راح يتغير هوايه. اذا ما تغير هوايه فانا لله وانا اليه راجعون. واذا راجع تغير شويه فاحنا على الاقل راح نكون قانوعين بهال شويه هاي. اللي حصلناه شنو على الاقل على يسوون هالمذابح راح تبقى نفس الوضعيه مال قبل شويه احسن غير، بس انه تعيش براحتك. مو؟ انت ليش طلعت بال 91؟ طلعت لانه البلد كان سجن. على الاقل خليه يصير يروح السجن هذا. يعني انا في يوم من الايام ما بقيت ما كفرت بالله بسبب شنو شرطي وقفني. اوكي عوف الحكي كله، اوجد لي حل انت ثاني. حتى انا اذا ما عندي حل ثاني مو معناه مو دقيقه مو معناه ليس بالامكان احسن مما كان. اقول لك هالشيء، سمعت عن المقابر الجماعيه؟ سمعت هوايه. انت كذبت عني عنها هوايه. لقوا بها امراه ويا طفل رضيع عمره عده اسابيع، بحيث باللي يعني انا دي اقراها قمت ابكي بوقتها. يقول وكانها اختارت انها تقابل الله هي وهذا الطفل اللي بينه وبينها فقط الدشداشه مالتها، حاضنته وميته هي وياه طفل رضيع. صحيح بس تدري قول لي هاي يعني ذنبها يمن؟ هذه ما عندها ذنب، بس خليني اقول لك هاي المقابر النظام هو اللي قبرهم تمام؟ تدري اكثريتها سواها بال 91؟ ليش صارت هاي المقابر بال 91؟ لانه بوش ابو هذا البوش قال على الشعب العراقي الان ان ياخذ الامور بزمام يديه. طلعت الانتفاضه شهر شعبان، ثاروا الناس. تتذكر تشت هنا 16 محافظه دقيقه ما كان بيها نظام. اي سقطت. وحتى انا هنا بغداد شفت يسقط صدام، بس وقعوا وقف اطلاق النار. سمحوا له صدام يستخدم السمتيات. فهم صدام انه الامريكان هم يريدوه هو يبقى بس ما يريدون الالات العسكريه، وبطش وذبح وحط هذول كلهم مقابر جماعية. اذا صحيح مسؤوليه بالدرجه الاولى صدام، بس امريكا مو هي اللي وفرت له الادوات انه يسوي هذا. زين هو بالثمانينات لما كان يذبح ويذبح بالمئات الالاف ليش ما قالوا شيء عنه؟ احنا كشعب عراقي المسؤول عنه من هو بوش لصدام حسين؟ احنا مسؤولين عن نفسنا. بس اذا يجي واحد هسه يقول انا ما من حقي انه اجي اقعد احاسب الامريكي جورج بوش، بقدر ما من حقي انه احاسب انا رئيسي صحيح. اللي هو اكثر من 20 سنه رئيسي. هسه يجي واحد هنا يهجم علينا انا وانت يضربنا بسكينه زين، اكو هناك واحد اقوى منا بهوايه وهو مطي سكينه، هذاك مو مسؤول ايضا جزئيا؟ اكيد. هذا هاي احنا ما راح يضربنا بسكينه، راح نروح نضرب ذاك ونصيح تعال لا نقعد ندافع روحنا ويا هذا. لا بس هذاك اللي طاس سكينه لما يقول انا تهمني حريتكم وتهمني سعادتكم، لازم نقول له وين كنت انت لما كانت السكاكين تنزل علينا مطر؟ وين كنتوا انتوا؟ انت لو هاي العشر سنين الاخيره بالذات او 12 سنه الاخيره بالذات كنت موجود هنا ببغداد، ثق واعتقد تقول ما يخالف خليجي عزرائيلي يقعد هنا يمي خير من صدام حسين. لا تتوقع انه ورا سنه او سنتين ممكن انه اذا ظلوا الامريكان او اجتي ظلت هاي ال 24 شخص او اللجنه الحاكمه هسه او الشخص الاجي اللي قناه مواني انه راح يظلون العراقيين سنتين. لا العراقيين هاي طبعهم خشمهم يابس ما راح يرضون الاستعمار، ما ممكن. قدامهم فلسطين مثال وقدامهم اكثر من مثال. زين انت اي نوع حكم تريد تشوف؟
شو اللي يحكم؟ لا. يعني ملكي لا ما ممكن. طب لأمتى؟ لا لا جمهوري. علماني؟ لا جمهوري ديمقراطي ما يريد هما شغلة إنه يدون الشيعة وما الشيعة مع العلم إنه هون الشيعة ما يريد لا شيعة ولا غير شو لك. الحرية اسم حرية اسم الحرية شفوي يعني اسم حرية بس هذا احتلال مو حرية السيد بوش تشذب علينا يقول لك انا خلي العراق احسن شيء مو وين اول شيء لا جاب الامان لا جاب الثقة لا جاب البشرية ذولا كلهم قاعدين على طالب الطالب قطع رزق العالم لا كهرباء لا مي لا سيارات تسليب بالشارع نهب اي واحد يطلع هو انت المغرب اتحداه او يطلع سيارة نظيفة اتحدى غاز ماكو بنزين ماكو غاز ماكو بنزين ماكو غاز ماكو نفط ماكو زين وين الامان الجاية الراحة وينها الديمقراطية وينها صدام حسين راح وين احنا مقعدناهم برضاتنا واذا قاموا الشعب العراقي زين لا بوش ولا غيره يوقفوا بوجههم زين هذا هنا اهل الثورة بس اذا قاموا عليه ما يبقوا والله الاخبار متضاربه زين يقول انا يورانيوم بالعراق اكو اسلحه بيولوجيه اكو مال تدمير شامل زين هذا الحكي اللي دايح شو كله من يحكي يحكي العالم جهله هذا عنده مساله هذا الحكي كله شو بده يخافون خاف يصير الحكم شيعي يخافون هم قاموا رجعوا هو صاحبهم يعني العالم كله تدري هم اللي حطوه هم اللي وخروا نشوفها وين توصل ايش قال عندنا صبر صابرين بس لما ينفذ الصبر بعد ما نقدر ويا العراقيين يعني تخيل عراقي خسران حياته مع هذا الحر ماكو رواتب ماكو مي ماكو كهرباء ويلقى امريكي يسوي ايش تتوقع منه هم يعني يتحدى الامريكان اذا قدروا يتحملون الوضع اللي احنا عايشين صح لو لا يعني نجيب امريكي عايشه بوضع واحد عراقي ابسط شيء ينتحر اذا ما يريد يسوي شيء يا اخواننا يا شعب الامريكي يا احبائنا يا شركائنا بالانسانيه خلوا ايديكم بايدينا اضغطوا على حكوماتكم من اجل تحقيق انسانيه الكره الارضيه احب اقول هو مو بس ياخذ من عندنا لازم ينطينا همينا اللي شافوه عن العراقيين في التلفزيون ليس هو هذا الواقع اكو واقع هو اعمق منه افضل منه أحسن منا وأسمى منا مع الأسف القنوات الفضائية ما سمحت أنه الشعب الأمريكي يشوف بس أريدهم أنه يشعرون بالشيء اللي نحن شعرنا بينه المأساة اللي عشنا بيها ما كانت قليلة نهائيا زين وأتمنى يشعرون نفس الشعور أنه لو هم كانوا يجي أحد أو تجي دولة تنزل قواتها ويجون يحتلون إيش كان راح يكون شعورهم ويخلون البلد مأساة ويصير النهب والسلب ببلدهم ايش كان راح يكون شعورهم هم فخلي هم يحسون يعني يفكرون الشيء اللي يعني لو صار بهم هالشكل شلون شعورهم ذاك الوقت اتمنى انه يعني يساعدونا في شيء انه يضغطون على الحكومه او يحكون او يطلعون مظاهرات our hopes are this is the last war that the Americans can do all over the world we have given very big losses especially the women and the children. It doesn't need to happen again. كل الأعمال اللي سواها بدءاً من حرب إيران العراق حارب إيران إيران ما حاربت العراق واعترافات ناس قياديين ضمن تنظيمات حزب البعث وقياديين كبار العراق هو اللي بدأ الحرب عليها فحرب إيران ومن ثم اجتياح الكويت كلها كانت أسباب أو هيئة أرضية خصبة حتى
يجيبون الأمريكان للعراق، وصدام هو المسؤول عن دخول الأمريكان للعراق، وهو المسؤول بكل اللي جرى بالعراق حالياً واللي جرى سابقاً هو كان بعلمه، لأنه كل شيء كان ما يخرج إلا بموافقته وبعلمه. فلما بدأ صدام أو هكذا يبدو أنه يتمرد عليهم، لأنه هو اتمرد عليهم، فكان لابد أن يغيروه. وأمريكا الآن دا تمر بنفس الأخطاء اللي مر بها صدام، ما يعرفون العراقيين، ما يعرفون طبيعة العراقيين، يحاولون يستفزون العراقيين، وهذه أبداً. وبالمحصلة النهائية شقد ما يبقى الاحتلال لابد فيه من الأم ينتهي الاحتلال، لأن العراقيين يعني حالهم حال أي شعب ثائر بالعالم، ما يقبل أن يجي واحد يحتله. أكاذيب، هذه سياسة وهذه مصالح، ومصلحة أمريكا فوق الكل، وكلها أكاذيب. بس الشعب بعده مغلوب على أمره، مغلوب على أمره، لأنه صدام دمر كل شيء بيه، حتى قتل بيه الروح، الروح قتلها بيه يعني. أبداً ما متفائل بوجود الأمريكان، وبالعكس أنا ما أحب الشعب الأمريكي، شعب الله سبحانه عز وجل خلق الناس كلها، وخلقنا نحب، واحد يحب الآخر، ومؤمن جداً بالسلام، مؤمن جداً بالحب، لكن أبداً ما مؤمن بوجود الأمريكان. وجود الأمريكان يشكل ضرر على العراق وعلى البلدان المجاورة، ويحاول يخلق فت قاعدة، وبالمستقبل القريب هو اللي راح ينبئ لكم الكثير أنه الأمريكان وجودهم كان جريمة، جريمة بحق المنطقة، منطقة الشرق الأوسط كلها، واللي أوجدها صدام. Can we go in or is that for us? I remember when I was in high school, going to high school and coming back, they're already constructing the whole thing, and always made me think, although I knew that the idea behind the whole monument is grotesque, but it's, you cannot deny the beauty of it. But it's supposed to represent the moment of martyrdom, when the soul of the soldier or the martyr is exiting his body and going to the sky. That's why the dome is severed into half, and then the inside, if we can go in and film it, there is a fountain, and then the Iraqi flag as if it's going up. After I left in 91, I got a letter from my childhood friend, and one of the jobs he got to make money was that later they decided to do something like the Vietnam Wall inside and underground, I think, where they put all the names of all of those who died in that war. And because he had really good handwriting, he was working there, and he told me that the number totaled 700,000 Iraqis who lost their lives in that war. I mean, the Iranians probably have two or three times the number of the victims, but it's worth remembering that all throughout this carnage, the US was supporting Saddam and allowing him access to chemical weapons and to all kinds of intelligence. And Henry Kissinger, the great humanitarian, said once that the longer that war lasted, the better it would be for the States. The wheels of the machine. Can we go into that other thing over there as well? Well, that's third ID. I don't have anything to do with them. What do you mean third ID? Third ID. Yeah, they're a whole separate. The Iran-Iraq war, we know it, we can identify it, and then you have this symbol for all of those who died. This reminded me of that other carnage, which is the sanctions that took the lives of at least 500,000 innocent civilians, that unlike this, and unlike the mass graves where you can at least go and identify, that mass grave will always be invisible, and you know, people cannot visit it or identify it, and now it's almost being forgotten, which is what history is all about, I guess. Amnesia. Can I ask you a question, sir? This is very respectful for those people, actually.
What is that? That's a parking space, huh? And these are the names of people who died, right? راح التلميذ اجى الاستاذ هذا الحكي راح التلميذ اجى الاستاذ هذا ملخص ما مفيد الشعب هو الضحيه صوتنا ما حد سمعه المسموع هو صوت الناس اللي تصيح وتصرخ وتعبد وصوت الناس اللي في المجتمع مأساة الحرب أتمنى أنه يحسون بينا أكثر زايد يعني أكثر مما مجرد أنه تفرجوا على فيلم Just the streets, the city, the way people are, the way they deal with each other, there's so much anger and violence. The children I see outside near Ferdows Square, and it's just, it's like a Frankenstein, that's what I've been thinking. You know, this country has been chopped up by dictatorship and then by sanctions. And by war and now by occupation and now it's being it's stitched together in a very haphazard and ugly way. أبغداد لا أهوى سواك مدينة وما لي عن أم العراق وما لي عن أم العراق وما لي عن أم العراق بديل أبغداد لا أهوى سواك مدينة وما لي عن أم العراق أم العراق العراق بديل ويا الزرع البزر انقوش ازرع لنا حنا 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 وجمالنا غربان وويلي للشام وما جنة 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 ومحملات بذهب وويلي فوق الذهب حين 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 وجمالنا غربان وويلي للشام وما